ثالث من أكتوبر اليوم الوطني للعراق. تم اختيار هذا اليوم لمناسبة خروج العراق من الانتداب البريطاني ودخوله عصبة الأمم عام 1932، ولم يتم الاحتفال به بعد ثورة 14 من تموز عام 1958. وفي عام 2008 تم إقرار هذا اليوم ولم يعمل به حتى عام 2020، حيث تم الاحتفال به لأول مرة. وقبل اختيار هذا اليوم اختلفت الآراء حول بعض المناسبات المهمة في تاريخ العراق، مثل 30 من حزيران والذي يصادف ذكرى ثورة 20 في العراق، والتي اشتركت بها أغلب شرائح المجتمع في المحافظات العراقية، فيما اقترح البعض اختيار 9 من نيسان عام 2003، إلا إنه لاقى معارضة واسعة. وأخيراً تم الاتفاق على 3 من تشرين الثاني. وتشير وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إن قبول العراق بالانضمام إليها بعد اكتسابه كافة مقومات الدولة ووجود حكومة مستقلة قادرة على تسيير أمورها وإدارتها بصورة منتظمة. 91 عاماً مرت على هذه المناسبة، يحق للعراقيين أن يفخروا بعيد بلدهم الوطني وأن يضعوا علم بلادهم فوق رؤوسهم وعلى أكتافهم، كونهم أول من علم البشرية كتابة الحرف، وأصحاب أول حضارة في العالم، وأصحاب أول مسلة سنت القوانين. وتأتي هذه المناسبة وسط استقرار سياسي واقتصادي يشهده العراق، وعيون العراقيين ترنو إلى مستقبل زاهر ومستقر. لبرنامج صباح الخير عراق، سمير الحميدي، بغداد.